أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع المدن الجديدة بمملكة البحرين تعكس التزام الحكومة الموقرة ببرنامجها والجدية في تنفيذ الخطط الإسكانية التي تشهد تسارعا ملحوظا في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوفير خدمات إسكانية ذات جودة متكاملة من حيث المرافق والخدمات. وقال معاليه لدى زيارته مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني إن مشاريع المدن الإسكانية الجديدة التي تندرج ضمن تنفيذ الأمر الملكي السامي للعاهل المفدى أيده الله بتوفير 40,000 وحدة سكنية تعد المرتكز الأساسي الذي تقوم عليه خطة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة قد قام بزيارة تفقدية إلى مدينة شرق الحد بحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة. وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله يسعدنا ونحن نتفقد الإنجاز وسير العمل في مدينة شرق الحد أن نؤكد مواصلة الحكومة الموقرة لنهجها القائم على دعم تنفيذ مراحل العمل بالمدن الجديدة لإيمانها بسرعة توفير السكن الملائم للمواطنين وهما يثبت مجددا أن المدن والإسكان تعد أحد الحلول العملية لحلحلة الطلبات الإسكانية بعد أن تمكنت مدن عيسى وحمد وزايد والضواحي الأخرى من استيعاب طلبات المواطنين على مدى الأعوام الماضية وشكلت مجتمعات عمرانية جديدة. وأوضح معاليه أن ما تحقق حتى الآن عبر افتتاح مدينتي خليفة وسلمان وتسكين المواطنين بمدينة شرق الحد بالإضافة إلى قرب تشغيل المرحلة الأولى من إسكان ضاحية الرملي وتوقيع عقود تنفيذ مدينة شرق سترة تعد جميعها مؤشرات إيجابية وتحرص اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على متابعة مدى التقدم الذي تم إحرازه لضمان انتقال المواطنين إلى مساكنهم الجديدة بسلاسة ويسر ومراعاة تنفيذ الخدمات مع إنشاء الوحدات السكنية. كما أشاد معاليه بالجهود المبذولة من قبل وزارة الأسكان والوزارات والجهات الخدمية الحكومية كوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وغيرها لتنفيذ مدينة شرق الحد التي تعتبر مشروعا استراتيجيا مهما وتعكس اهتمام المملكة بتنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة والمعني بإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة لما يتوفر في هذا المشروع من مقومات ذات جودة كموقع المشروع الساحلي وتوفر الواجهات البحرية المخصصة للمنفعة العامة والمرافق التجارية والصحية والتعليمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية فضلا عن الاهتمام البيئي المتمثل في التشجير وغيرها من الخدمات التي سيتم توفيرها تدريجيا. وخلال الزيارة استمع معالي الشيخ خالد بن عبد الله إلى شرح مفصل من سعادة وزير الإسكان حول نسب الإنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية بالمدينة بالإضافة إلى خطة توفير الخدمات والمرافق التي تم إدراجها في المخططات العامة والتفصيلية. كما قام معاليه بزيارة نموذج لإحدى الوحدات السكنية المشيدة بالمشروع واطلع على المرافق التي جرى تنفيذها بالمرحلة الأولى في حي بوشاهين الذي تم تسكينه فعليا والاستعدادات الخاصة بتسليم الأحياء الأخرى بشكل تدريجي وقت اكتمال العمل بها. كما زار معاليه حي أم الشجر واطلع على الموقع المخصص للقسائم السكنية التي جرى تسليمها للمنتفعين بعد توصيلها بكافة الخدمات الأساسية الأمر الذي ساهم في أن يشرع المواطنون في بناء وحداتهم
ووصول عدد منها إلى مراحلها النهائية. من جانبه أعرب سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن سعادته بزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة شرق الحد، والتي تؤكد الاهتمام الحكومي لتوفير السكن للمواطنين ومتابعة سير الخطط والبرامج الإسكانية، مثنيا في الوقت نفسه على المتابعة الحثيثة التي يحظى بها مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني وغيرها من المشروعات الأخرى التي تنفذها الوزارة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بما يكفل تنسيق الجهود بين الوزارات والوزارات والجهات الحكومية الخدمية الأخرى وتذليل التحديات وتوفير مناخ العمل الملائم الذي يسهم في إنجاز المشاريع الإسكانية في المدن الجديدة. هذه الزيارة تشكل لنا دعم وتساعدنا حقيقة في تذليل كثير من الصعوبات أو المعوقات اللي في الأخير تساعد في سرعة الإنجاز وبالتالي سرعة حصول المواطن على الخدمة الإسكانية. طبعا اليوم ولله الحمد يوم واحد قبل العيد الوطني، وتيمنا بهذه المناسبة الطيبة أفراح البحرين بيومها الوطني، راح إن شاء الله نوزع 221 وحدة سكنية في حي جليعة، وإن شاء الله راح نتبع الدفعة الثانية اللي راح تكون إن شاء الله مع بداية العام القادم شهر يناير أو شهر فبراير. شرفنا بمعية معالي نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بزيارة مشروع الحد الإسكاني والاطلاع على ما قامت به وزارة الإسكان من جهود في إنشاء هذا المشروع، وبصحبة الوزراء الخدمات البنية التحتية للتأكد من تكامل جميع الجهود لتلبية متطلبات هذا المشروع. فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والماء، حرصنا على التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان للتأكد من توفير الخدمات الكهرباء والماء بالجودة المناسبة وبالتزامن مع تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين. نشكر معالي الشيخ خالد بن عبد الله بحضوره اليوم، وتم طرح عليه بعض المنافذ لمدينة الحد وخروجها ودخولها. كل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة. طبعا البيوت مثل ما تشوفون الحين عدد كبير قاعد توزع في شرق الحد، وإن شاء الله الكل يستفيد إن شاء الله منها وإنه يرتاحون من هالمنازل.